السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، في إطار مواكبتنا المستجدات قضية الكولونيل نور الدين العطور لا يولي برحمة الله، وفي إطار مطالبنا بتحقيق العدالة لروحه الطاهرة، فاليوم إخواني أخواتي عندي لكم مستجدات لمهمة جدا ومهمة في إطار يعني تتبع هذا المسار، استدعاء بنت الكولونيل، استدعاء ابتسام من طرف البوليس. أسباب هذا الاستدعاء اللي جاء مباشرة من بعد يعني الهجمة ديال الأم اللي هي زوجة الكولونيل على ابتسام منذ يومين. هذه الهجمة اللي ضلات بالضلال ديالها على مستجدات هذا الملف، اللي كيف ما كتعرفوا هذا الملف كيحرز تقدم كبير وكبير جدا، خصوصا من بعد دخول مجموعة ديال الشهود على خط هذا الموضوع واللي دلوا بمجموعة ديال الإفادات. ربما هذه الإنجازات خلات العديد ممن يعني يعتبرون من بين قوى الممانعة، قوى التي تقف أمام ابتسام من أجل منعها من تحقيق يعني العدالة لروح والدها. هذه القضية وهذا الهدف الأسمى الذي تسعى إليه ابتسام، اللي هو تحقيق العدالة لروح فقيدها، فهو هدف احنا كلنا يعني ولا هدفنا، ما بقاش فقط هدف ديال ابتسام. وبالتالي هذه الفرق ولا هذه المجموعات أو ولا هذه الجهات التي أصبحت تسمى يعني جبهة الممانعة، فلن يحققوا ولن يستطيعون منع تحقيق العدالة لروح الفقيد، لأن هذا الملف هرب بزاف، هذا الملف زاد القدام، هذا الملف حرز تقدم كبير وكبير جدا من طرف المؤسسات. والآن ولينا كنشاهدوا يعني بوادر ظهور حقيقة وفاة الكولونيل نور الدين العطور، وربما هذه الأمور إخواني أخواتي هي اللي خلات هذه الجهات ربما توضع شكايات بابتسام بنت الكولونيل، والتي تم استدعاؤها يعني بحسب الكلام اللي صرحت به في آخر خروج لها يعني منذ ساعات أو اللي يمكن نقوله ليلة البارحة. فإخواني أخواتي ابتسام بنت الكولونيل كتقول وكتصرح بأنها يعني تم استدعائها من طرف البوليس، هذا الاستدعاء اللي هي يعني ما عارفاش يعني الفحوى ديال هذا الاستدعاء، لكن بحسب المعلومات اللي توصلنا لها وبحسب ما صرح به الخال يعني في مكالمة هاتفية خال ابتسام، واللي قال بأن ابتسام موضوعين بها جوج ديال الشكايات، وكلهم مرتبطون بالتشهير. هنا أنا غادي نطرح سؤال عالي إخواني أخواتي، كيف ما كتعرفوا وانتم أيضا إخواني أخواتي راكم متبعين هذا الملف، أسبق لكم سمعتوا بأن ابتسام كتقول أنها تتهم فلان ما عدا الأم، يعني لأنها أم هي لم تنطق اسم أمها، لم تقول أن اسم أمها هو فاطمة كذا، وإنما قالت بأن الأم ديالي قالت لي هادو راه عصابة وهاكي شدي حقك، يعني ما ذكرتش يعني الأسماء، لم تذكر الأسماء، هي نعتت بألقابهم يعني كالأم وكالخال، يعني كتقول هاد الألقاب هادو. وبالتالي ما كاينش شي تشهير واضح، لم تذكر أسماء، حتى الشهود ما كنعرفوا واحد الشاهد دابا كاين هو ولد المنطقة ولد الحي، هاد الشاهد ولا في خطر، لأن ربما يعني تسريب معلومات بخصوصه، فعلا الخال راه أنا متفق معاه يعني بخصوص تسريب بعض المعلومات بخصوص الشهود، لأن الشهود خاص يكونوا محميين، خاص تكون موفرة لهم الحماية بطبيعة الحال، وراه وزارة العدل كتوفر لهم الحماية، الشهود يعني راه كتوفر لهم وزارة العدل الحماية. وبالتالي هذا الشاهد لأنه مهم وأدلى بأمور أفادت، فحماية خصوصيته وهويته أمر واجب من طرف المؤسسات ومن طرف حتى الخال ومن طرف حتى ابتسام. وبالتالي أنا ما سمعت ابتسام ذكرت اسم هذا الشاهد أو لا أشارت له، لكن الخال مثلا قال أنه ولد الحي، هذا الشاهد راه ولد الحي وحنا كنعرفوه، ولكن ما كانش عليه يقول هذا الكلام لأنه قد يتسبب في أدية لهذا الشاهد، والذي يجب على الجهات المسؤولة أن توفر له الحماية
لأن هذه الأمور هي قانونية، توفير الحماية للشهود هو أمر واجب على المؤسسات وبالضبط على وزارة العدل، لأن وزارة العدل مخصصة واحد الميزانية خاصة من أجل يعني حماية الشهود، لدرجة أنها تقدر تديهم لشي دار ولا شي أوتيل ولا لشي رياض على نفقتها من أجل حتى يسالي الملف، لأنهم شهود، لأن الشاهد يستوجب يعني حفظ سلامته. فابتسام ابتسام عفوا إخواني أخوتي، ابتسام مثل الكولونيل، ابتسام مثل الكولونيل يعني داروا بها هذه الشكايات تحت طائلة أو تهمة التشهير. فكيف ما قلنا إخواني أخوتي، لا أحد سيمنعنا ولا عادي وقفنا من أننا يعني طالبوا تحقيق العدالة، وابتسام كذلك وزينب الخيار كذلك، وكل هذه الأمور وهذه الشكايات أكيد أنا كنت عارف بأن هذا الملف لأن فيه صراعات، أن هنالك أطراف أكيد غادي نخرجوا غادي نبغيوا عرقلوا هذا الملف، وأكيد غادي تكون شكايات، لأن ما دام كتلقى كاين واحد الصراع في السوشيال ميديا ما بين أطراف، يعني صراع اللي بعيد كل البعد عن الملف، هذا الصراع أكيد غادي يتولدوا عنه شكايات. الآن كنسمعوا ابتسام كتقول أنها غدير شكايات حتى هي بأشخاص آخرين، لكن مني غادي تسالي الملف؟ وأيضا هنالك يعني بوادر ديال أنه كاينين جهات أخرى اللي ربما باغيين يديروا شكايات بتحريض من جهات، أنهم غاديين يديروا شكايات ضد ابتسام وربما ضد الخال والشقيق. وبالتالي ولكن كل هذه المعطيات إخواني أخواتي هي بعيدة عن الملف، الملف الحقيقي راه كاين عند الأمن، الملف الحقيقي راه ولاو فيه شهود، الملف الحقيقي راه حرص تقدم، الملف الحقيقي راه غادي نحو تحقيق العدالة لروح الفقيد. وبالتالي ابتسام لم يعد الأمر بيدها الآن، لقد خرج الأمر عن سيطرتها وعن يدها، حتى تهديد ابتسام أو وضع شكايات بابتسام لن يقف حجرة عثرة أمام تحقيق العدالة. قد يحسب انتقاما من ابتسام، لكن الآن الأمر يعني ملحوظ ومشيوف من طرف الكل، وبالتالي ابتسام نحن نعلم أنها لم تذكر أسماء، فمن أين جاء هذا التشهير على أيين؟ كيف ما قلت تشي حاجة ما غدا تقدر يعني توقفنا، تشي حاجة ما غدا تقدر يعني تمنعنا وتمنع ابتسام وتمنع كل من يطالب بتحقيق العدالة للروح هذا القيادي في قيام من قيادات الأمن العليا، الكولونيل نور الدين عطور الله يولي برحمة الله، هذا السيد اللي كان طالبه يعني بتحقيق العدالة لروحه واللي الابنة دياله الآن يعني كتشن في حقها مجموعة ديال الضغوطات ومجموعة ديال الحملات من أجل يعني إسكاتها وردعها وإيقافها على تصميم ديالها اللي غادا من أجل يعني تحقيق العدالة لروح والدها. إلى هنا الإخوان والأخوات جيت الختام ديال هذا الفيديو، ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية والله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.